السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نادي الصحافة. حلقة هذا الأسبوع لن تكون نشازا عن الجو العام في أنواك شوط، إذ لا حديث إلا عن رابة المدينة والحملة الأولى من نوعها ربما في حجمها وما رافقها من زخم إعلامي. يتناول الليلة حصيلة أسبوعين مضيا من عمر هذه الحملة التي من المقرر أن تسلم أنواك شوط إلى عيد الاستقلال وهي في أبهى حللها. كيف تسير هذه الحملة وما حصيلتها؟ أناقش هذه المواضيع وغيرها مع معي المصطفى والمحمد محمود المدير الناشر لصحيفة المرابع ميديا، أهلا بكم. معي كذلك محمد والشيخنا وهو رئيس تحرير موقع تقدم، أهلا بكم. معي كذلك هاشم والجعفر المدير الناشر لوكالة مداد الإخبارية، أهلا بكم. معي كذلك محفوظ الجيلاني وهو المدير الناشر لموقع النشرة المغاربية، أهلا بكم. إذن سنبدأ معكم محمد. حصيلة الحملة أسبوعين مضيا والأسبوع الثالث بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نختار ننبه لخلفية الحملة هاكا على عدفة تناولوا البرامج الحواري اللي تكلمت عن قضية حملة النظافة المبارك معها. نختار نقول عن هذه الحملة انها الناس مثلا تتساءل لماذا هي خلقت هي الراسة، والجواب على هذا هو على ان الدولة اللي تحس عن في قطاع معين ما قد يقوم بدوره اجز مثلا عن اداء مهمته، تستنفر وسائلها كاملة وتعدل الحملات الى اخره، به اللي ظاهر لها عن ذاك القطاع انه لابد ان يعاون معها على رواية الواحد فيها. وقضية القمامة على مستوى العاصمة المغشوط عندها أسباب بنيوية وأسباب اجتماعية وعندها أسباب إدارية هي اللي بعد قاع مهل ما يمخلي مشكلتها تنحل على مستوى مهل الإداري. احنا كان عندنا فترة معينة في المغشوط تنازع الاختصاص والله الصلاحيات ما بين اللي قال البلديات 9 والله 6 في مرحلة معينة والله 5 في مرحلة سابقة، أمور البلدية المركزية اللي عاد قالها المجمع الحضري به اللي كان فم كل بلدية تعتبر عنها معنية بذاك اللي يعنيها، بحين عن البلدية المركزية كانت تعتبر نفسها معنية بذا كامل، وعلى كل حال شتت الجهود وخلق لهم نوع من التنازع عدى على ما قدت تنحلها. طبعا إضافة للفساد والإهمال الإداري اللي مثلا خالق الآن وقد تدخلت الدولة وأجهزتها. حصية أسبوعين برأيك نترك أنواك شوط عاد أحسن من كان والله؟ الله لعن أنواك شوط أحسن من كان يغار هي المشكلة، ما هي قضية كان أنواك شوط أحسن من كان به اللي هو أنواك شوط ما لي تعدل فيها حملة سوقاء حجمها شنها ما عاد أحسن من كان يغار من درا كان هاي الحملة كان هي الراسة لي تؤدي للنتيجة المطلوبة. مشكلة استمرارية سنناقشه في محور لاحق لو سمحت. حنيني شوي. لو تفضل. لا انت اللي تسوي. كمل في الحصيله غير الاستمراريه مازال لنا الحصيله اللي نقول لك قاع عمر الحكومه رسوم متخالفين عليها، واحدين يقول لك 1000 طن ترتفع وواحدين يقول لك شيء اخر مع ان ما في حد قد يحددها. غير بصفه عامه فهم تحسن طبعا باللي هي قطاعات دوله كامله ونحاز عليها وعبئه الروايه ووسائل الدوله معناها لو بده يخلق تحسن جيد غير شلاه يخلق عقبك هو الاشكال. هذا يعود متخلف السوق. انا مهلا ما خليت لنا. كمل. أنا أختار نكمل له نقول أعلن للأسباب البنيوية والإدارية والاجتماعية اللي مثلا هي الأدات بعد قاع المشكلة في حدات واللي عات مشكلة مزمنة ياس من الزمن علنا ساق ما فات تنحلت حال جذري ظهر لي عنا ما ليه تنحل المشكلة نهائيا مع أنها يلا تخلص الأبعاد كاملة فيها ناحية الاجتماعية معناها تغيير عقلية الناس والتحسيس إلى آخره والتخمام مولي مثلا في الجانب الاداري في الروايه جيد اللي احنا هون عندنا مشكله. احنا دائما دي الامور اللي تتعلق مثلا بنظافه المدينه والله بانشاء الطرق والله شو من النوع تعدل لها صفقات مع مؤسسات ما هي قادره تقوم بها وهي يؤدي عنها هذا برايك يلا يفادى في المرحله المقبله يلا هون هم المجموعه الحضري قالوا عن بين هون وبدايه يناير بدايه السنه عنهم عدلين فاتحين مجال للشركات عنهم اللي يتعاملوا مع ثلاثة منها مناقصة للشركات مناقصة للشركات وأهلي عنهم يلا ذي المناقصة تعود شفافة ما يلا يلوحهم الأخلاق والله شو من ذاك النوع
نتعامل مع الشركات ما تقدر تأدي الدور اللي مطلوبه. جيد مطلوب أكملت. تفضل أيوه. تفضل الحصيلة برأيك. شفت في البداية أود أن أشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة التي تشرفنا طبعا. فيما يتعلق بالسؤال أعتقد بأنه سؤال كبير. الآن نحن نعيش الأسبوع الثاني من حملة النظافة. بدأ الأسبوع الثالث. بدأ الأسبوع الثالث 21 يوم تقريبا. هذه العملية الآن عملية النظافة نبقى نتكلم فيها شوي. نقول أن قضية النظافة سلوك مدني. بدأ أن النظافة سلوك مدني سلوك حضاري. لا بد من مسألتين. الأولى التوعية والثانية التحسيس. صحيح على الدولة تدخلت. صحيح للمجموعة الحضارية تدخلت. وصحيح أن شهدنا نواكشوط خلال أسبوعين فقط أحسن من مدة 7 أعوام عند شركة أجنبية بيرنوس. هذا هون نختار نركز نقطة جوهرية مهمة فيه. أن كل هذه الجهود الآن وأنا قبل مجيء للاستوديو تجولت في الميناء في السبخة في عرفات في دار النعيم. ما هي عرفات نعرف ولا هي ما هي السبخة نعرف ولا هو الميناء نعرف ولا هي دار النعيم نعرف. الآن نواكشوط مقارنة مع الماضي بدون مجاملة بدون أمور أحسن بكثير. لكن النظافة هون ما ندخله السياسة ما ندخله المزايدات السياسية. النظافة تعني الجميع مستفيد منها الجميع سياني الموالي وسياني المعارض لصحتنا صحة أبنائنا وصحتنا احنا وصحة أنفسنا. هذا مبدئيا. شيء يبقى هون دور المواطن مهما فعلت الدولة ومهما فعل لا 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 ما فعلت المجموعة الحضرية إذا لم يكن المواطن واعي لأهمية النظافة هذا بدون جدوى لا معنى له. التوعية والتحسيس. لا توعية والتحسيس بمعنى ماذا؟ بمعنى المواطن يفهم أهمية النظافة. الآن احنا نعيش في نواكشوط الآن مدينة نظيفة مدينة لكل الموريتانيين سكان نواكشوط كاملة تكون مدينة نظيفة لجميع السكان. احنا كنا عايشين في نواكشوط نتعرف الأوساخ وعايشين أمور 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 كثيرة. الآن بدأت حملة نظافة. الخير منين ينجأ حد يتقبل. الآن نحن نعيش حملة نظافة. هاي حملة نظافة لا بد من المواطن يعرف لأن الضمان الوحيد هو المواطن. الاستمرارية الوحيدة من أجل مدينة نظيفة هو المواطن. صحيح الدولة توفر المجموعة الحضارية تنظف لكن بدون وعي المواطن بدون سلوك حضاري لازم النظافة هم اللي هون. لا بد من سلوك حضاري سلوك مدني عند المواطن. يفهم المواطن أن هذه البقط سجارت اللي عنده وهذا بوش الماء وهذا بوش بقط لبن ما ينزل في الشارع. أعتقد بأن جميع الشوارع اليوم يعود صاحب اللي يزرق البوش في الشارع والله مباضية كاملة في الشارع عنده إحساس مدى الحرج اللي يصيب والله اللي يمس عامل النظافة اللي يدنكس ويقبضه ما تلحد لا يزرق الله يرجع نور. هو سلوك ما تلحد لا يزرق شيء في الشارع يكون بالبي الله يزرق. هو سلوك هو أنا تكلمت عن النظافة لابد أن تكون سلوك حضري وسلوك مدني عند المواطن. ما تعود سلوك يومي عند المواطن هذا ما عنده معنى. لابد أن تكون النظافة سلوك مدني وحضري عند المواطن ويشعر المواطن على أنها سلوك حضري ومدني بامتياز. هون يمكن نحصل على مدينة نظيفة خصوصا نواكشوط هي الواجهة لموريتانيا هي الواجهة للزوار هي الواجهة للسياح. والدور ما هو المجموعة الحضرية وحدها والدور ما هو للدولة وحدها الدور جميع أبناء هذا الوطن وجميع سكان مدينة نواكشوط. وهذا ننوعه ونفهمه ونخلوه بعيد عن المزايدات السياسية. وأنا هون ركز المسألة واحدة هي المهمة عندي ونتركز عليها اسمح لي هي أن هذه الحملة رجاء على المزايدات السياسية إلى عاد نواكشوط نظيف للجميع ولا عاد نواكشوط ممسخ للجميع. هذا يلا الفكرة مبدئيا نقبلها احنا كإعلاميين كصحفيين كسياسيين كمواطنين عاديين نفهم أن النظافة للجميع مستفيد منها الجميع. أعطوا فرصة والله. إذن أنا بتوري أشكر التلفزة موريتانيا قناة موريتانيا على هذه الاستضافة. في البداية أريد أن أوصل لهذه مفهوم النظافة بشكل عام.
إذا نختار ونتكلم ولين نعود ولين نتكلموا عن النظافة وذي اللي خارج حالا في موريتان، ثم قلت في المقدمة أنه سابقة، هو بالتأكيد سابقة. إذا ما في أي قلت لك موريتان ليتحيلنا اسمح لي شوي فاصل عن هذه الحملة صارت عدواها بالمناسبة بعض صارت عدواها بعض مدن الوطن مدن الوطن بعد الكبرى قطعا صارت عدواها طب هو المسألة لأن فعلا خلق ذي المبادرة من فخامة رئيس الجمهورية هي كانت مبادرة جيدة يا غير يا كنا نتكلم عن قضية النظافة لابد نرجع شوي لنواكشوط في الحقب الماضية شتو ذي اللي كان خالفهم في النظافة كانت في عملية فوضى حد تابع الأنظمة السابقة كانت هذه المؤسسات اللي موجودة هون هي مجرد مؤسسات قضية النظافة فيها يعدل لها أمور خاصة بكل مؤسسة كل مؤسسة تقوم هي بشم النظافة ويمشوا فيه ياسر من الأموال كانت تفسد في القطاع وهذا قد يعود ياسر من الخرق كان هون يعرفه كان ينصفوا فيه ميزانيات كبيرة به اللي هي النظافة ما يجدد على موريتان والعاصمة أرتتوت كانت منظفة لها فترة وفترة سابقة شوي تم التعاقد مع شركة فرنسية وفي الحقيقة ما في المعقول حق على أنك تعود موريتان تفتقد والله مزات نقصها شركة وطنية مكلفة بالنظافة يا غير حتى هذه الشركة اللي جات وصرفوا فيها ياسر من الأموال في الحقيقة ما كانت حسب ياسر المتتبعين لها ما كانت تلحق أطراف المدينة به اللي قالوا على العقد اللي بينها لأنها فقط بعض الأحياء في مركز المدينة هي اللي تلحقهم ونظرا للتمدد نواكشوط خصوصا مع التخطيط العمراني اللي خلق نوعية معينة أيضا من القمامة نوعية اللي من القمامة هي اللي ترفض وفي الحقيقة كان عمل ناقص ذي اللي خلق اليوم خلقت قد حد يقول على أنها عملية تكاتف الجهود كاملة من مواطنين ومن من 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 الحكومة ممثلة في هيئاتها كاملة سواء الوزارات وذا والحقيقة القضية يالت تعود قضية كيف ما قلنا نظافة مدينة وفهم رواية هي اللي يالتنا دائما عدونا نتكلموا فيها هو على أن النظافة يالت تعود سلوك سابق تعود حملة والله تعود هذا يالت تعود سلوك حضري ويتعود مولي سلوك عند كل مواطن به اللي ما في المعقول على ان احنا سافروا ونشوفوا هذه البلدان اللي كامله حتى البلدان هون لمشاورنا وعندها نمط من النظافه زين ولا فيها قاع حد يزرق شيء وتعود منطقتنا احنا هون بالحقيقه حد شاف عاصمتنا يعود يشك مثلا انها مكب للنفايات خاصه في مرواية فهم على ان مولي عمل اللي قامت بها وزاره التجهيز والنقل افتهي التلينقال الطرق خاصه من ناحيه الرصيفه هذا يعطي تعود في موازاة مع عملية نظافة احنا ما نقدر انتم نعدل الروايات وتفتر فيهم الحكومة ويزقل فيهم اموال الشعب وتعود المواطنين من رؤوسهم ليالتهم يحافظوا لهذه المكتسبات يعودوا هم اللي يخسروا برؤوسهم يكبوا عليها النفايات ويخسروا الطرق بطريقة الفوضوية يقدر يعود في مقبال قوانين الردع لهذه العملية غير احنا قاعد ما يعطي تعود في الانسان من نفسه يعطي حاكم نفسه يلا تحدي حاكم نفسه قاعد سابق تعود في قوانين الردع لهذه العملية واليوم هذه الجهود يلا تعود في الحقيقه بادره ينين وقف فيها رئيس الجمهوريه ووقفت فيها الحكومه كامله يلا تعود بالنسبه لنا عاد تنتقل من حمله شعور عقليه عند المواطن وابتداء من ذلك يلا نبدأ في تنظيف نبدأ في عمليه النظافه ما تعود قاعد تنقار تعود يلا تعود سلوك وممارسه عند الفرد الموريتاني المواطن إيه القوانين على ذكر القوانين الانسان ما يقدر يطلع على الهواء لا بد من شيء يعاقب المخالف ويرضع غيره طبيعي اما يخلق لما ياخذ نظافه كامله بلا بيت حصيله برايك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اولا اهني التلفزه الوطنيه على مواكبتها لهذا الحدث الهام كما اهني ساكنه العاصمه نواكشوط على ما تحقق طيلة أسبوعين من النظافة ومن هذا العمل والجهد الشهيد الذي عبأت له الدولة إمكانيات وموارد عمومية وفردية ويعني من جميع فعاليات المجتمع انطلقت في هبة واحدة هبة شعبية آرمة لمواجهة هذا الخطر خطر النفايات خطر القمامة خطر
هذه النفايات التي تشكل الضرر الحقيقي على البيئة وعلى الصحة وعلى ساكنة العاصمة نواكشوط. صحيح من كان يتابع مدينة نواكشوط قبل مثلا أسبوعين أو أكثر، كانت مدينة مليئة بالنفايات بالأوساخ مترامية على الشوارع، على طرف على أطراف جنبات الطرق تجد نفايات صلبة، تجد يعني مخلفات المنازل وغيرها والقمامة وهذه المخلفات تجدها مرمية على الشارع، وكأننا ونحن نتعايش مع هذه النفايات كالقطط السائبة وكالكلاب الضالة حاشاكم. لكن أعتقد أن من يشاهد اليوم هذه المدينة بشوارعها الفسيحة وبطرقها النظيفة والجميلة يلاحظ أنها الحمد لله أصبحت مدينة جميلة وأصبحت مدينة يعني شابة وأصبحت مدينة تنضاف إلى المدن، إلى مصاف المدن والعواصم في الدول المجاورة. أنا أرى أن إشكالية النظافة تنظيف المدينة أو إزاحة هذه النفايات والأوساخ هي إشكالية صعبة ومعقدة، وأعتقد أن الإجراء الذي اتبعه رئيس الجمهورية أو هذه الخرجة أو الخطوة، وأنا سميتها خطوة ثورية لأننا نحن كنا نحتاج إلى إجراء من هذا النوع، يعني نتجاوز فيه كل الإشكال يعني والإجراءات المعمول بها من قبل. صحيح أننا جربنا منظومات وآليات وأساليب فيما مضى لمواجهة هذه النفايات، لكن كل تلك المنظومات باءت بالفشل، فلم نجد مدينة نظيفة والدولة صرفت إمكانيات وموارد هائلة لمواجهة هذا الخطر. لذلك الآن هذه الخطوة الجبارة والجريئة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية هي خطوة أنا أسميها خطوة ثورية، خطوة جبارة، خطوة رائدة، في نهاية المطاف هي لمصلحة المواطن الموريتاني، في نهاية المطاف هي لمصلحة الصحة العمومية، في نهاية المطاف هي لمصلحة ساكنة العاصمة نواكشوط. نحن في نهاية المطاف ربحنا مدينة نظيفة، ربحنا مدينة مؤهلة للسكن، ربحنا مدينة أصبحت مثلا ملائمة للسكن. طيب ما أريد أن أنبه عليه هنا في هذه العجالة هو أن هذه الخطوة هي خطوة، وللأسف الشديد لاحظت أن بعض الفعاليات السياسية المعارضة تعاطت مع هذه الفعاليات بنوع من البرودة أو بعدم الاهتمام، وكأن المدينة التي تنظف في هونغ كونغ أو في الصين أو في سان فرانسيسكو أو في طوكيو وليست مدينتهم التي يعيشون فيها. كان الأجدر بهم أن يهتموا بهذا الحدث وأن يشاركوا به كل من حسب جهده وحسب إمكانياته وحسب طاقته، لا أن يقفوا متفرجين كأن الأمر أمر مثلا يتعلق بالسياسة وأنه حملة سياسية وحملة انتخابية وكذا. لذلك أعتقد أن الذين تقاعسوا عن هذه المهمة، عن هذه المهمة النبيلة، عن هذه المهمة الوطنية يتحملون المسؤولية أمام المواطن وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، لأن هذه المدينة مدينتنا جميعا، ونحن حينما نتعايش مع مدينة نظيفة ومدينة مؤهلة وصالحة للسكن إنما نهيئ الظروف الصحية والبيئية الملائمة لتعايشنا مع هذه المدينة التي هي واجهة كما قال أحد الإخوة واجهة حضارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. لذلك أعتقد أن الخطوة الجبارة التي تم اعتمدت عليها الدولة أو اتخذت الدولة هي خطوة جريئة وشجاعة ومقدامة، علينا أن نحيي عليها الرئيس محمد بن عبد العزيز لأنه في نهاية المطاف هو المواطن الأول، وأنا من انطلاقة من هذا المنبر أريد أن أطلق عليه لقب المواطن المثالي أو المواطن النموذج والقدوة والمهارة. هذا الرجل لم يعبأ بالأضرار وبالنفايات وبالذباب المتطاير، وإنما نزل بنفسه إلى هذا الميدان ليشارك المواطن بلده تنظيف مدينتهم. لذلك نحن الآن نرى أن هذه المدينة اليوم أصبحت مدينة مؤهلة للسكن، أصبحت مدينة صالحة لأن تكون عاصمة حقيقة، وهي الآن تستقبل 28 نوفمبر ذكرى الاستقلال الوطني المجيد، وهي في أبهتها وفي أحلى صورها وفي يعني جل أشكالها. طيب شيء نواقص التحديات اللي لاحظت طيلة الأسبوعين؟ أنا لاحظت شيء. يلا التحديات التي لاحظتها هذه المناسبة. عندنا لا بس معنى الوقت. أنا ما خليت نتكلم. هو أن المواطن. أنا محفوظ حديث. لا تم قسم عني الوقت. نحن أنا وارد سبقت فيكم أنتم ولا ذي وارد يسبق فيهم هم ويجيكم أنتم. ما هو ذاك اللي أنا اختاروك تقسم الوقت. ما يخليك الوقت يجيك لأنك وفيت. يا وفيت.
هناك تحديات. أنا أعتقد أن إشكالية النظافة هي إشكالية معقدة كما قلت، وهي صعبة، وهي هناك عواصم كبرى كالقاهرة وكالدار البيضاء وكذا، هذه لديها إشكاليات مع النظافة، وهناك دول خلقت أجهزة لهذه المسألة لكنها ظلت عاجزة. هناك فعلا نحن هذه المدينة المترامية الأضراب والتي تم اتسعت وامتدت إلى فضاءات شاسعة جدا، أعتقد أن نظافتها مسألة صعبة وتتطلب قدر من المرونة وقدر من الاستعداد وتعبئة الطاقات والإمكانيات. الآن المدينة حققت نتائج هامة، مستقبلا على المجموعة الحضرية وعلى الدولة وعلى الفاعلين الأهليين والاجتماعيين أن يعبئوا طاقاتهم وأن ينشئوا جهازا مكلف بهذه المسألة، على هذا الجهاز أن يتجاوز إشكاليات البيروقراطية، إشكاليات العلاقات الزبونية، على هذا الجهاز أن يكون مكلف بهذه المهمة وأن يكون مسؤولا عنها. جيد، سأعود إليك هاشم. إذا كانت في تحديات بالنسبة للنظافة في نواكشوط، أنتم تعرفون لأن يقدشك المواطن ليلة لأني متحامل إلي حتى يا غير أنا ماني متحامل للمواطن، غير متحامل إليه بلي هذه عقليتنا ويالتنا نغيروها. فم يعني بدت فم تحديات وجوه رجال النظافة وهم لا ينظفوا المدينة به اللي الناس العقلية ما بين يقلعوها عنهم. احنا حالا أكبر تحدي، أكبر تحدي هي عقلية المواطن. نحن حالا أمام تحدي في قضية القرار اللي قبلت وزارة الإسكان بقضية ترحيل البراص عن نواكشوط 9 كيلومترات، ونحن نعرفوا لأنهم هم الأماكن اللي يشروا منهم السيارات، منهم حالا يصنف ويعرف يعرفون الأماكن اللي يشروا منهم السيارات من ذو الدول سواء مجاورة ولا الدول الغربية اللي يشروا منها، ما هي في وسط المدن، خارج المدن، معناها ما فهم أماكن بيع سيارات داخل المدن في ذي العالم يكون السيارات اللي ما فات استعملت كيف مقازين معروف فهم رواية لأن يارتنا كامل يتعاون عليها وحتى القواريج وذا كامل حتى خال حالا الكسر يعرفون الكسر اللي ما هي عاقبانا فهم العقلية أساساً. أنا اللي مركز لي قضية العقلية ويالتها لأن دور نعود كامل ينتابع نسنا في المونديال المباراة اللي جمعت فريق اليابان وكوت ديفوار على النونين وفات النتيجة رغم هزيمة المجتمع رغم هزيمة المنتخب الياباني جمهور اللي جاي يدعموه وجماهير المنتخب الياباني نظفت الملعب هي عقلية وأسلوب وراهي خلقت عليها اسم التعليقات سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الهدف منه علينا يالله نبدأ حالا عملية تغيير عقلية. فهم علينا توجهات الدولة اللي مولي منها كامل وإشاروا للزملاء حالا قضية علينا توجهات الدولة اللي منها كامل فعلا ما هو ما يمس مثلا كيف تنوع من الأمور ما في الحقيقة ما يرتعد سياسي وكانت يارتها تؤذى هيبة والله هبة ذات نقوله من جميع القوى السياسية وقطعا نقدر نعودوا لاحظنا علينا فهم بعض التشكيلات سياسية اللي غابت عن عملية النظافة وذا كان ما هو كان يارتنا نتعاون عليها كاملي بيلي هذه مسألة خصنا كاملين ويارتنا مولي نسجلوا فيه بيلي فعلا التاريخ ما يرحم ويارتنا نشاركوا في عملية نظافة المدينة. هذا من هو يعني نتواصلوا فعلا الشركة للنظافة محلية تقبض بعين تخرص بعين الاعتبار نمو المدينة وأعلن هذه العملية كما قلت أنت قبل أن انتقلت المدن الداخل هي فعلا هيارتها قاعدة تنتقلهم ويارت نظافة عود بالنسبة لنعات ننقلوها من عمليات حملات نقبضوها احنا شور عقلية نستفادوا منها وانتم مطبقينها سواء في المنزل تغيير عقلية مواطنة اهم التنظيف المدينة برأيي. تفضلوا محمد الاستمرارية البيت انا على كل حال كنت نختار نبه للنقاط. تفضل الذكرى اللي ناقشوا الاخوة التعلق مهلم تسييس قضية الحملة جيد الله لنا عندها بعدين والله وجهه ينزل فما علن اللي قال له النظام والله الحكومة اللي منخرطة مثلا في العملية ما يالله ينقال لها مثلا شيء ما الرواية تضخم حتى بدرجة أنها مثلا ينشك عن هذا ذي حملة النظافة أنها هي حل مشكلة القمامة في المواشطة ما وحق اللي هي قضية القمامة قضية الحملة هاي اللي توفى مع 28 نوفمبر مثلا منها السبتين يوم السبت الجاي ويوم السبت اللي عاقبه معناها هني لعات مثلا شاك الناس أن المشكلة أنها انحلت ما انحلت مشكلة لا ترجع على المجموعة الحضرية وعلى سياسات المجموعة الحضرية تجاه قضية القمامة ولين ما تنطرح سياسات ناجعة ومبنية على أسس صحيحة موضوع ما لا ينحل
هاي ناحية. الناحية الأخرى أعلن طيب غير السياسات المدرة كانت تطرح بالمشاركة والله بالقطيعة مع الحملة قلت لك فهم وجهين من الوجه الآخر الأطراف الأخرى كاملة عين على الأحزاب السياسية سواء كانت معارضة والله مثلا ما هي معارضة إلى آخره هي لا تنخرط بتربية ما تخسرش كي قال الإخوة عن الموضوع يتعلق بقضية وطنية يعني يلا الناس كاملة تدخل فيها وهل ما أنا عند القمامة ما عندها ما هي مع المعارضة ولا هي مع النظام أم حق بقى ما تعلق شو اسمه يعني الناس كاملة يلا غير على كل حال الحلول اللي تد ما هي جذرية ما عندها قيمة وهو المشكلة الاستمرارية اللي طرحته قبيل خالق قضية القانون اللي تكلم التعليق بشرط لها قضية مهمة تشتغل موريتانيا هذا ما يقدروا عامل معاهم ما هو منطق تطبيق القانون نيم هون ينعد ما يطبق القانون في الدولة بأمور كاملة يتم التسيب وهذا هو السر فعلا مناحي الحياة أغلبيتها كاملة فيها تسيب لماذا؟ لأن أول ما يعد في إطار قانوني وهون نبه على قضية القمامة في موريتانيا ما فهم إطار قانوني ينظمها معناها أني أنا اليوم هذا إذا أخلص من داري في يدي بكت من سيجاريت ولا بكت من شطه في اليد ما يضل شطه فيه من بدية ما يعني ما فهم روايتين واحدة وحس على ما فهم قانون يمنعني من عدل الرواية راني قلع لي هون الواسع مثلا الوطني ولا الواسع الحضري لغير فهم روايتين عني لا أحس عن فهم إطار قانوني ينظم الرواية يمنعني من عدل والثانية أعلنني وحس عن بصفة عامة أعلن للنوع كامل إلى عدد رقاش عنه إنه لن يطبق حتى بوجود القانون وما هو لا يطبق وهذا إحنا هون عندنا قانون مرور عندنا قانون مرور غير نشوف مثلا المرور في موريتانيا الطريقة اللي يمشي بها تعرف عنهم ما يطبق في القانون وهذا هون نختار نقول مرد أعلن نحن ما في اثنين يقدوا والله أنا بعد ظاهر لي عن موريتانيا جاء إرادة سياسية موجودة حالا تغيير مثلا على مستوى أفقي وعمودي في موريتانيا بصفة عامة وهذه قضية حملة النظافة فهم إرادة سياسية من طرف الجمهورية واللي قلتوا مسابقي يبقى نختار نقول عن هذه الإرادة السياسية اللي ما تعاون معها الناس كاملة واللي ما ملي تخلف إطارها الحقيقي الموضوعي ما يريد تنجح طرح يعني الوطني تعني لو بارك معاه مثلا توعد عليها طنطنة وش ما أعرف شنو تندار بحجمها وحجمها لا ينعد المشكلة ما حليناها شكونا حليناها وإحنا ما حليناها ولو بارك معها ملي مثلا تقزم تعود ملي تعامل معها بشكل ما موضوعي جيد معناها عن هذه الإرادة السياسية للناس كاملة تستثمرها وتنخرط فيها غير نختار نقول الرواية على أن القطاعات الحكومية بداخلها في الحملة على أنها يلا تعامل أنا بعد مش صناري وراني مثلا عيد باطل شارك في نوع من الأنشطة النهارات اللي قال بالبعد التطوعي في الموضوع ما هو عميق حتى بالياس ما هو عميق حتى بالياس من القطاعات اللي جئت عنها ترغم العمال وضل الموظفين عنهم يدخلوا في الحملة من خلال حوافز برأيك راجع خلال حوافز مادية خلال حوافز مادية هذا برأيك راجع ليش انعدام الإحساس الوطني انعدام الإحساس الوطني راجع لعدم الموظفين رؤوسهم أغلبيتهم ما عندهم حس وطني والله ما في الحس الوطني غايب جيد استاذ احنا عندنا غياب الحس الوطني هاي لا خلاف عليه ما نحتاج للتحسيس لو كان عندنا حس وطني ما نعود مثل مطروح عن المشاكل كامل بين اللي احنا مشكلتنا شنو هي مشكلتنا كلنا يتعامل مع الامور بالمنطق الشخصي انه اما تعد رايه فيها هو الشخصيه مصلحه والله ما هو مقتنع به ولا هو مستعد يدخل فيه اذا هون يلا للناس تتعامل مع الموضوع بمنطق التطور ما يلا تعود مثلا ترغم قطاعاتها عنها تدخل الحمله بالتعويض المادي بدنا تعود الناس كاملة وعرض لها ماديين هاي الحملة بقطاعات الدولة كاملة هي تتحول الناس تعود عمال نظافة كاملة غريب تكلفة أكثر وإحنا هون مجموعة الحضرية إيش تعطي العمال يومين تعطيهم عندي عن 2400 عمال نظافة اللي بنفولها بينما أنا سمعت قال لي أن في بعض القطاعات اللي تعوض العمال الموظفين اللي ينظفوا تعوض لهم 30 بالنهار هذا معناه أن الدولة لا خبر موثق والله شائع فقط لا هذا ما هو حنين هذا قالوا لي شخص في قطاع معين شخص في قطاع معين شخص لما بعد عد مصدر سيد الرئيس مصدر بعد هو جيد تريجك حد من القطاع يقول لك احنا قطاعنا عوض لنا كذا عن هذا معنى شخص عد مصدر هذا على مفترض في بعد من المصدر مهم معلنه مهم معلن الرواية يلا تعود البعد التطوعي وهو الأساسي هو الأساسي الناس كاملة حاسة عنها انها قضية وطنية وتدخلها كاملة ولا تعود مولية
ما لا بد لها مهلا من تنكر عليها كما هو وفيت تفضلوا مصطفى. شكرا على نقبض وقتي. لا عاطينه ما يقصرش. شكرا جزيلا. مرضينه به. احنا نبقى نتكلم عن نقاط البرنامج عاد في الختام حكما. تفضل. بعض من النقاط هي أهمية الاستمرارية. جيد. أكبر تحدي اليوم موجود في حملة النظافة هو الاستمرارية. وهذا السؤال احنا طرحناه للناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي. جاوبنا كالآتي: فيه لجنة تعكف على كيفية الاستمرارية في حملة النظافة، أنها ما هي حملة مؤقتة ولا هي نظافة مؤقتة. هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهذا خبر موثق قد توثق. جيد. لكن مسألة أخرى. هذا خبر موثق. هذا خبر موثق. لكن مسألة أخرى. بعكس دعم السيد الأدلة مصدر مذكور بالاسم والصفة. لكن مسألة أخرى هي اللي مهمة، هي لأن هذه العاصمة كانت النظافة فيها على جهات خاصة، ما كانت على مستوى المقاطعات التسعة. اليوم اللي يميز هذه الحملة شنو هو؟ أنها على جميع مناطق نواقشوط. حد اليوم المربط، وأنا تكني قست الميناء مساء، وقست دار النعيم، وقست عرفات، وقست السبخة. حد لاحظ اليوم يعرف علن حملة أسبع سنوات من النظافة وحملة 21 يوم من النظافة يجبر الفرق شاسع. ما منطقة لأن شركة أجنبية من 2014 من 2007 حتى 2014 تقارنها مع 21 يوم. ما فاتك تمت 21 يوم. ما فاتك تمت 21 يوم. أسبوعين إحنا في أسبوعنا الثالث. نعم. أسبوعين تقال لك والله ثلاثة. اليوم وين الشغل اللي هذا نهارين كان السبت والحد. مسألة. تحسب إنه 21. المسألة. أيام عندنا. المسألة الأخرى. اسمح لي انا بعد حياة مارس كابيتال يشتغلوا فيها كل ليله قطعا. اسمح لي يا احمد حتى نبى وقت شوي. جيد. حتى نبى وقت شوي في القطاعات الحكوميه. ما في مساله النقطه جوهريه اشار عليها بعض من الزملاء هو قضيه التعويض. انا هون لا نتكلم بشيء موثق. الناطق الرسمي ايضا ورئيس مجموعه الحضريه قاعد يتذل البرنامج وقالت انها ما جبرت اي دعم ولا طاو اي دعم لأي مؤسسة ولأي وزارة. هذا معناه أنه خبر رسمي. الناطق الرسمي باسم الحكومة قال أيضا، وحتى ما نبقى قاعد هون تعرف مثل جهات، إحنا هون كإعلاميين ما خصوصيين ما عندنا لكن من باب إعادة الأمور إلى نصابها، على أنهم ما الحملة حملة تطور ما فهم حد قبل عنها أبدا مقابل، لا في المؤسسات العمومية ولا في المؤسسات الخصوصية، لأن هذا كان عمل تطوعي. هاي مسألة أخرى. حتى في نقطتين بقاولي وما أعتقد بأنها 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 أهم شيء. أنت هون سألت، اسمح لي محفوظ نقطة وربما تكون الأخيرة، لأن لابد من القوانين. أنا أعتقد من هون في القضية، إحنا في الصحافة وأنت كيف تعرف كان عندنا المادة 11 تحبس الصحافي، ما طرأت النش نين مشات ملي ما طرات شيء. احنا هون شنو هون قانوننا هو الوازع الديني والوازع الوطني، هذا اللي نعتمدوه، ما محتاجين القوانين. احنا عندنا قوانين ما تفعل. احنا مشكلتنا لان لازم نعترفوا لان الوازع الحقيقي القانون الحقيقي اللي على رقابنا والوازع الديني والاخلاقي مبدئيا، وهذا لابد من التوعيه. كنت نقول لك لا نرجع قضية التوعية والتحسيس. مصطفى حتى الوازع الديني أهله عندهم عقوبات. صحيح. لا أحيانا تشطح بهم. لا صحيح. لكن صحيح. القانون لا بد منه. بشرية ما تقدر تطلع عليها. يمكن المصدر الأول ومدخل الأول هو قضية الوازع الديني والأخلاقي. المدينة نواقشوط اليوم ما تذكر نواقشوط الماضي، والنظافة شعر بها الجميع وحس بها الجميع. هو شنو هو التحدي الأكبر هون؟ هو الاستمرارية. جيد. التحدي الأكبر اليوم هو الاستمرارية. جيد. وأعتقد أن فيه لجنة قالوا لنا تعكف على كيف لا يستمروا في هذه الحملة وهذه النواف. جيد جدا. فضلوا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أتصور أن الدولة اليوم من يشاهد مثلاً مدينة نواقشوط رأى أن فيه كميات كبيرة الأطنان، مئات الأطنان من النفايات الصلبة تم نقلها بظرف تاريخي وجيز من قلب العاصمة نواقشوط، من جنبات الشوارع، من أمكنتا قواريش وإلى أماكن طمر النفايات.
خارج مدينة الرفاه. نبغي نقول أن هذا إنجاز مهم علينا أن نحتفي به، علينا أن نشيد به، علينا أن نرحب به، علينا أن نشيد بهذه الخطوة، علينا أن ننبهر وأن يعم السرور والفرح وجوهنا لهذه الخطوة. هذا عمل جبار. لكن ما يخص الاستمرارية، أنا أعتقد أن لن تكون هناك حملات دائمة ومستمرة ومتصلة إلى ما لا نهاية. الدولة بكل تأكيد في اعتقادي ستخلق آلية، ستخلق منظومة، ستخلق آلية لاستمرار تنظيف مدينة نواكشوط حتى تكون مدينة ملائمة للسكن. المسألة الأخرى أريد أن أنبه إلى شيء، هو أن ينبغي آلية التنظيف ألا نهمل الوضع الصحي والوضع البيئي للقرى المحيطة بنواكشوط الكبرى، كيف التفرين، كيف تجدير، كيف بعض المناطق المحيطة بمدينة نواكشوط. هؤلاء زاد للمواطنين، ينبغي على الدولة أن تراعي أظرفيتهم، وعليها أن مثلاً أن تكون المعالجة معالجة هذه النفايات وهذه القمامات معالجة علمية صحيحة. جيد جدا. نبغي ننبه نقطة بسيطة. بسيطة جدا، أقل أكثر قاع من البساطة. لا بتعجل. هي أعلننا إحنا نهنئ سكان مدينة نواكشوط على هذه الإنجازات اللي تحققت، وإن شاء الله أعلن الدولة أو المجموعة الحضرية توفر للمواطنين حاويات وتستثمر إمكانياتها ومواردها في هذه الحاويات وتوزعها على مختلف أحياء مدينة نواكشوط. لا تنسى أن مدينة نواكشوط مدينة كبيرة ومدينة مترامية الأطراف، وتوزعها على المواطن. إذا وزعنا هذه الحاويات على مختلف أحياء مدينة نواكشوط المترامية الأطراف، أعتقد أن المواطن ستتعزز لديه سلوك النواقض، وسيقوم هو بدوره بدعم هذا الدور، وستلعب المدارس دورها، وسيلعب الأطفال دورهم، وستكون مسألة مسألة وعي، مسألة وعي وطني. تفضل هذا الشيء مع الاستمرارية. نعم الاستمرارية. أنا أعتقد أني أرجو أن تكون هذه الحملة هي حملة مؤقتة، خلال سنة سنتين أرجو من مثلا السلطة نتفكر في إنشاء شركة وطنية لتنظيف العاصمة نواكشوط، وحتى قاعد تعود عندها فروع في الولايات. يا غير سابق ذاك نختيرهم اللي بينا مع يخلق والله تطبيق المطلب والله ذاك، فعلا نبقوا لا يعود المواطن يقلع اللي عنه ذيك العداء التقليدي بينه هو والحكومة، يعني تعود الحكومة جاية لا يتنفذ القرار والله شيء، يخلق ذاك ذيك الصورة النمطية عن الحكومة أنه لا يتفرسي عليك والله شيء. لا، الحكومة جهاز الهدف منه على أنه يقربك أنت من ذو الخدمات ويعدل لك الأمور، يضعك في الظروف اللي تقدر تعدل بها عيش سليم، لأن خارج ياسر من الأمور إحنا ما نعرفه. إحنا حالة هذه قضية النظافة اللي كانت خارجة، ما تقدر تعود الناس تقدر تعود، كان فايتها فعلا أن هذه الوبئة اللي كانت خارجة تجر لياسر من الأمراض وتجر لياسر من الأمور. فهم تصورات تضعها الحكومة وتنفذها، ولين تنفذها يا رب المواطن لا يعود متعاون معها، ما يعود إلا عنده فيها مثلا ذاك القلق، وأنها لا يتفرض عليه رواية معينة وتلاقي عدل من مسيرة والله احتجاج والله شيء. لا يا رب يتوافق مع الحكومة في ذاك اللي بعد فيه السداد وشي، كيف النظافة اللي فعلا كما قلت جيد جدا. لا هنا أشكركم ما تلعب دلوقت. كلمة أخيرة فقط. كلمة أخيرة تفضل. كلمة أخيرة تفضل محمد. أنا على كل حال لا مختلف نبه على أن الحكومة قالت على أن بمخطة مستمرة لمجال النظافة، ويغار بعد أنا شخصيا أكد على شفافية الصفقة المتوقعة اللي تعدل المجموعة الحضرية مع شركات التنظيف اللي كان قال عنها المدينة اللي تقطعها لهلت قطاعات كلهم تعطيها الشركة. يلا ينطوا شرايكم ضبطتوا، ويلا ملي الحملات ما يخسر شيء، اللي مثلا عقبها تسرى الأربعة نعلن عن حملة جديدة تفوت أسبوع على أسبوعين طبعا ذات شيء وتعاون شرايك. هذا بي اللي إحنا اللي عندنا شرايك هناك أغلبيته دائما اللي عنده مشكلة الوسائل ما هو قاعد لكن الدور اللي منوط به ما هو قاعد يقوم به. جيد جدا. أنا كلمتي فضل كلمتي الأخيرة تتمثل على كيف أشار عليه الزميل محفوظ على أن هل العاصمة أعتقد أن ما فيه ما يخلعهم حد، فيه مكب وحيد في العاصمة مرخص من طرف وزارة المالية رقمه 95
أعتقد 2001 في 25 كيلومتر هون على طريق تجنين، وهذا المكب الوحيد مسموح به المسموح. وإحنا زرنا هناك إعلاميين، زرنا وزارته رئاسة رئيس الجمهورية وقفوا عليه ومشاف معاه، ما فهم ضرر، فهم حفاظ على المتين. النقطة الأخيرة هو أني أعتقد وأرجو وأتمنى أن تكون هذه الحملة بعيدة عن المزايدات السياسية، أن لا تسيس أن هذه الحملة هي نظافة للجميع، مستفيد منها الجميع ومصلحة الجميع، ونحن نطمح ونتوق لنواكشوط مدينة نظيفة خالية من الجفاف، خالية من القطط، خالية من النفايات، وهذا مصلحتنا جميعا، مصلحة أبنائنا، مصلحة مدينتنا، مصلحة ضيوفنا اللي جونا ومرآتنا. عندي شكرا جزيلا. عندي مشكك. شكرا. لا لا لا، في الوقت في الوقت. شكرا. أولا ما يخص الضرر اللي تحدثه هذه النفايات القرى المحيطة بالمرشوط، أنا لا أزرع الفزع في قلب أحد، وإنما محاذير فقط. ترجو أخذ الحيطة والحذر. تأخذ الحيطة والحذر. في مكب وحيد. في مكب وحيد. في مكب وحيد. هو اللي انتفري تحت نظرك حالنا عيا ويحتجوا ضدها وقال إنه ضاربين. لا لا لا. لاك بعد مزايا سياسية. ما هو ما صفت ذيك. بعد مزايا سياسية. إحنا جينا والحقنا الطريقة ما هي اللي كان ينقال بها. هو من 2007 هو ينكبهم. ما يقدوا قطوا خاو. ولا يقدوا قطوا شكاو منه. كان صحيح على اتحال نحن خلونا في نظافة مدينة نواكشوط. صحيح خلونا في نظافة مدينة نواكشوط 2014 المكب كان المكب المكب قال في رئيس الجمهورية كلمة الفصل، احنا وقفنا عليه وشفناه وصورناه ودوناه وقف عليه رئيس الجمهورية يك مزايدات سياسية 2007 مصطفى 2014 مع أن ما في مزايدات سياسية. شكرا عادي شكرا. إذن أشكركم الزميل محمد الشيخنا رئيس تحرير موقع التقدم، شكرا جزيلا لحضورك معنا. أشكر المصطفى محمد محمود مدير الناشر لصحيفة مرابع ميديا، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك هاشم والجعفر المدير الناشر لوكالة الميداد الإخبارية. أشكر كذلك محفوظ الجيلاني والمدير الناشر لموقع النشرة المغاربية. أقول فقط لمن يشكك في جدية الحملة أنه من بين ما يقرأ المشاهد الكريم على شريط الموريتانية الآن ثلاثة أخبار: إخلاء المجال العمومي غير المرخص تحت طائلة العقوبة، وهناك رقم لسحب الجثث، وهناك قرار قضائي ببيع المحجوزات من السيارات وغيرها بالمزاد العلني، وهذا كافي عندي عنهم جدية. ما ينتوقع العقوبة تبدأ العقوبات تقع على المخالفين، من عند جدية ربما بدأت تأخذ منحى هو السليم. إذن مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة، إلى لقاء آخر.